بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا ولله الحمد ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من وسطية أهل السنة والجماعة في أمور شتى، وذكر منها أمور خمسة، ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ يذكر مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أمور، منها في الجمع بين العلو والمعية، وفي قرب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك في القرآن. ثم ذكر بعض الأمور وأراد أن يأتي بما تقدم معنا في الإيمان باليوم الآخر وما يكون بعد الموت. ذكرنا أن غالب العلماء في هذا الباب، أي باب الإيمان باليوم الآخر، يذكر مسائل. لماذا؟ حتى يتعلم الناس هذه الأمور التي لا بد من الإيمان بها، ولا يمكن أن ينكر منها شيء، لأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. وذكر رحمه الله تعالى الأمور وأطال، وممن يعني أطال كذلك على ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في قراءة نظم سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. الشر لا ينسب إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والبدع والمعاصي والأوبئة والأمراض لحكمة أرادها الله. تقدم معنا أن المحبوب ينقسم إلى قسمين: محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فمن حيث أن الله سبحانه وتعالى قدر وقوع الشرك والبدع وما إلى ذلك، فلا يمكن أن يقع شيء في ملك الله إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ومن حيث أن الله سبحانه يجب عليك الرضا بهذا الباب، ومن حيث أن الله سبحانه وتعالى أمر بالبراءة من الشرك، وأني هذا أمر آخر. أخذنا فيما تقدم مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع: علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، لابد أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع. وتقدم معنا هذا في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى وجل العالمين. هذا المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدر. هناك من الفرق الضالة من ينكر علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء، ويقول أن الله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا بعد أن تقع. الثاني الكتابة. أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، فما من شيء إلا هو مكتوب. ثم بعد هذا المشيئة. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم المرتبة الرابعة أن العبد مخلوق وأعماله تابعة له، فهي مخلوقة مثله، خلافاً لمجوس هذه الأمة. من مجوس هذه الأمة؟ القدرية، سموا بهذا الاسم. لماذا؟ لأن المجوس ادعوا أن للعالم خالقان: النور يخلق الخير والظلام يخلق الشر. فالمجوس ادعوا هذا، القدرية ادعوا
أن كل مخلوق فهو خالق يخلق أفعال، فهم في هذا الباب شر من المجوس. فالله سبحانه وتعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تفعلون، الله خالق كل شيء. فالآن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء. استشكر الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أمرنا بالعمل مع أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء. لابد أن تحسن الظن في الله وتعمل وتقول أن الله سبحانه وتعالى اختارني لأن أكون من أهل الجنة وأسعى لها سعيها وأنا مؤمن. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هل للعبد عمل؟ نعم. ويؤجر عليه؟ نعم. سمى الله سبحانه وتعالى العبد مؤمن وكافر ومصلي وصائم وبر وفاجر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن للعبد عمل، مع أن الله علم ما العباد عاملون. فهذا الجمع الذي هدى الله سبحانه وتعالى إليه أهل السنة والجماعة، جمعوا بين الشرع والقدر، وهناك من تمسك بطرف وهناك من تمسك بطرف آخر. فالناس في هذا الباب انقسموا إلى طرفين وسط: قدرية، جبرية، أهل السنة، نسأل الله جعلنا منهم. إذن العبد له قدرة واختيار، ولكن تحت مشيئة الله النافذة. هل يؤجر العبد على عمله؟ نعم، لأن الله سماه مؤمن وكافر وبر وفاجر. هذا ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، والشر ليس إليك. الآن يكون لديك ولد به مرض، تقدمه للطبيب، فيقول لك الطبيب: أريد أن أقطع. تقول: اقطع. أصنع كذا. تقول: اصنع. ماشي صحيح، مع أن هذا شر، لكن ليس بشر مح. تشرب الدواء طعم مر ورائحة كريهة، لماذا تشرب؟ لما يترتب عليه من شفاء بإذن الله. الآن تصبر على أقدار الله، وهذا تقدم معنا أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله حتى تؤدى، وصبر عن معصية الله حتى تجتنب، وصبر على أقدار الله، لأن القدر نازل بك لا محالة. فلا بد من الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التدمرية أن شيخ الإسلام في التدمرية قسم الكتاب، أو قسم الكتاب إلى قسمين: القسم الأول في الأسماء والصفات، القسم الثاني في الجمع بين الشرع والقدر. إذن أهل السنة والجماعة جمعوا بين الشرع والقدر. ما الدليل؟ إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. كتب مقادير كل شيء، وللعبد قدرة واختيار. الله سبحانه وتعالى أمر العباد، ومع هذا إذا أطاعوه كان الثواب، وإن عصوا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام والعافية، كان العقاب. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لو قيل لك: عندنا طريق معبد مهيئ مذلل
فيه محطات وفيه كذا وكذا وفيه إضاءة وفيه سلام. وطريق ثاني فيه حفر وسيول وأخطار وحيوانات مفترسة ولا طعام ولا شراب. تختار أي الطريقين؟ هذا الطريق الأول. تختار الطريق الأول وتمشي فيه. عندما تمشي فيه أنت تمشي لك قدرة واختيار. اخترت الآن. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه الأمور الثلاثة لك. حرص على كل نافع مع الاستعانة والافتقار، ولا تعجز. فتور. فإن أصابك شيء هذا ليس إليك فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ما تقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، هذا ليس إليك. فليس للعبد الاعتراض عن القضاء والقدر. وهذا الباب ألف فيه العلماء مؤلفات على ما ذكرنا، لأن الناس انقسموا فيه إلى طرفين وسطهم أهل السنة والجماعة. ثم بعد هذا ذكر ما يتعلق بالإيمان عند أهل السنة والجماعة. لابد فيه من أمور خمسة: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فأعلاها قول، هذا قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياة هذا عمل القلب. أيكم زادته هذه الإيمانة يزيد، وإذا كان يزيد لابد ينقص. وجاء النقصان مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح والأركان، أي عمل القلب وعمل الجوارح. أدل على عمل القلب منها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أسباب زيادة الإيمان أربعة، وضد هذه الأربع أسباب نقص الإيمان أربعة. أسباب زيادة الإيمان: دراسة التوحيد، وبخاصة دراسة باب الأسماء والصفات. الثاني التفكر في مخلوقات الله. الثالث كثرة الطاعات. والرابع ترك المحرمات. أسباب نقص الإيمان: ترك دراسة التوحيد وبخاصة دراسة باب الأسماء والصفات، ترك التفكر في مخلوقات الله، ترك الطاعات، ارتكاب المحرمات والمعاصي. الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص. يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه منافق، نسأل الله السلام العافية. نفاق أكبر، نفاق اعتقادي. يعتقد بقلبه ولا يقول بلسانه. أئمة الكفر على هذا: فرعون، أبو طالب اعتقد بقلبه ولم يصرح بلسانه، كافر. وعمل، لابد من عمل. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأخذنا أسباب زيادة الإيمان وأسباب نقص الإيمان. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم من يطعن فيهم فقد طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة. الطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطعن في الصحابة طعن في الله، لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يختار لهذا النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرة القوم. تقول مثلا: فلان من طلاب الشيخ بن باز رحمه الله تعالى،
ماذا تظن بهذا؟ تظن أن هذا من خيرة القوم لأنه رافق إمام، فما بالك بأناس اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي عنهم، لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم. لماذا؟ ما الدليل أنه لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم؟ الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، أفضل الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأفضل الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. طعن في الله. قال الشعبي رحمه الله: لو سألت اليهود من خير أصحابكم ما استطاعوا أن يقولوا إلا أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولو سألت النصارى من خير أصحابكم لقالوا الحواريين أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: ولو سألت الروافض من شر أصحابكم لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب: هؤلاء علماء أهل السنة لا يستطيعون أن يتركوا التوحيد. في كتاب الطب يتكلم عن التوحيد. ابن سعدي في الأصول من علم الأصول في القواعد الفقهية كل ما يأتي عند قاعدة يأتي بمثال من التوحيد. عرفوا أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. في كتاب الطب يذكر ابن القيم رحمه الله يقول: قال بعض الحكماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مثلهم مثل العين، ودواء العين ترك مسها. إذا كانت عينك فيها ألم وكذا تفركها تزيد. قال: لا تقربهم إلا بخير، لا تقرب الصحابة رضوان الله عليه إلا بخير. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: يحرم على الطالب على أي أحد القراءة في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة رضوان الله عليه، حرام إلا للضرورة. هذا في الكتب المؤلفة من أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال: طاعة لله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة لنبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. وانت تعرف أن الشبه خطافة، قد تسمع كلمة واحدة وتبقى في ذهنك ولا تذهب عنك. ونحن نعلم في هذه الأيام أن من هؤلاء من أراد تشويه صورة الإسلام. بماذا؟ بالطعن في الصحابة. لأن الطعن فيهم طعن في الله وطعن في دين الله، لأنهم نقلوا لنا هذا الدين. ولو طعننا في الصحابة معنى هذا أن الدين نقل إلينا عن أناس ليسوا بثقات. وطعن في رسول الله لأن المرأة على دين خليله. وطعن في الصحابة وهذا واضح. فما الواجب؟ الواجب أن لا نذكر الصحابة إلا بخير، الترضي عنهم وذكر محاسن القوم، تحريم القراءة في الكتب التي ذكرت ما شجر بين الصحابة. الله سبحانه وتعالى لا يسألك يوم القيامة ما شجر بين الصحابة والفئة الباغية وكذا. نعم، لكن سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: ما تعتقد في قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعده؟ هل أطعت النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابه؟
قوم لهم سابقة في الإيمان والنصرة والهجرة والامتثال وغير هذا، لا كان يقول ولا يكون في الخلق مثلهم. ثم قال إذا أردنا، فمن نظر في سيرة القوم، فمن نظر في سيرة القوم أي الصحابة بعلم وبصيرة وامتن الله عليه، تبين له أنه لا كانوا لكم في الخلق مثلهم، بل هم الصفوة، نعم صفوة القوم، صفوة الأمم. وهذه الأمور التي يتكلم بها بعض الناس، إذا أردنا أن ننظر فيها يقول فهي تنقسم إلى قسمين: أمور اجتهادية، والمجتهد إن أصاب فله أجران، أجر على التعب وأجر على نشر الحق، وإن أصاب فله أجر وخطأه مغفور لأن هذا عن غير قصد. هذه الأمور الاجتهادية اللي اجتهدوا فيها. أما الأمور التي هي ذنوب محققة إن وقعت منهم، وهم أبعد الناس عن الوقوع في هذه الأمور المعاصي، إن وقعت منهم، نقول إن وقعت منهم يكون هذا الصحابي تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو أنه ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه بذنبه، أو أنهم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء الناس لهم، الهجرة، النصرة، أمور تكفر إن الحسنات يذهبن السيئات، مع أن هذا المقدار الذي ينكر عليهم قال نزر يسير مغمور في حسنات القوم لهم من الفضائل والسوابق ما يوجد تكفير هذه الذنوب إن وقعت، مع أنهم أبعد الناس عنها. فما بالك بمن ينكر أمور هم اجتهدوا فيها، والمجتهد إن أصاب له أجران أخطأ لهم أجر واحد. بعد هذا ذكر ما يتعلق بمراتب الصحابة. الصحابة كلهم في الجنة، هذا من حيث العموم. ما الدليل؟ وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة، لكن لا نشهد لصحابي بعينه أنه في الجنة إلا بدليل من الكتاب أو السنة، مثل العشر المبشرين بالجنة، أمهات المؤمنين، ثابت بن قيس بن شماس، عكاشة، المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام، أهل بيعة الرضوان، أهل بدر، هذا نشهد لهم بأعيانهم أنهم في الجنة. وإلا فالصحابة من حيث العموم كلهم في الجنة. مراتب الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم هم خير ممن بعدهم، خير حتى في كل الأمم. هل يمكن أن يأتي واحد من التابعين أفضل من بعض الصحابة؟ لا يمكن، فهم أفضل، وأفضلية الصحابة باعتبار المجموع واعتبار الأفراد، لكن قد يأتي في أتباع التابعين من هو خير من تابع، قرن التابعين أفضل من قرن أتباع التابعين. أما في الصحابة هم لهم الفضل سواء كان بالمجموع أو باعتبار على أحد. المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا من حيث الجملة، وإلا قد يأتي أنصاري أفضل من مهاجر. لماذا المهاجرين أفضل من الأنصار؟
لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وقدمهم الله. كذلك أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. مسألة الخلافة، الخلفاء الأربعة، ترتيب الخلفاء الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربع فهو أضل من حمار أهله، كما نقل هذا عن الإمام أحمد، استعمال الغلظة في موضعها. الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. أجمعت الأمة على هذا الترتيب. من طعن في خلافة واحد من هؤلاء الأربعة أو قدم علي على عثمان في الخلافة بعد أن أجمعت الأمة على تولي عثمان وعلى بيعة عثمان، فهو أضل من حمار أهله، كافر كفر أكبر. نعم، قبل أن يتولى عثمان الخلافة اختلف الصحابة رضي الله عليهم، لكن بعد أن بويع عثمان لا يمكن أن يأتي أحد ويقدم علي على عثمان في الخلافة، وإن قدم أحد بعد إجماع الأمة على تقديم عثمان في البيعة فهو أضل من حمار أهله. لكن إن قدم أحد علي على عثمان في الفضل هذا لا يكفر، مع أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر أن عثمان يتولى كما تكونون يولى عليكم، فعثمان رضي الله عنه أفضل من علي رضي الله عنه. بعد هذا لابد أن تعلم أن أهل السنة والجماعة عندما يدافعون عن الصحابة هم يدافعون عن الصحابة، لأن الطعن فيهم طعن في الله وفي دين الله وفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، طعن في الصحابة. وعلى ما ذكرنا من قول شيخ الإسلام أنه لزاما على شيخ الإسلام لا تصاحب باطل بدليل على باطله، إلا لزاما على شيخ الإسلام أن يقلب هذا الدليل عليه، فلا يمكن أن يأتي أحد وتكلم في أحد الصحابة رضي الله عنه ولا بكلمة. نعم، بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم على الصحيح بنو هاشم ومواليهم وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فلهم حق الإسلام وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وانقسم الناس تجاه آل البيت إلى طرفين وسط، رافضة كذبوا في ادعاء المحبة لآل البيت، نواصب قابلوا البدعة ببدعة وسبوا آل البيت، أهل السنة والله هم من أحب آل البيت محبة حقيقية، محبة في حدود الشرع، حفظوا فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا فيهم حق القرابة وحق الإسلام. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كرامات الأولياء. تقدم معنا في كتاب التوحيد والله أعلم أن خوارق العادات ماذا قلت؟ خوارق العادات، خوارق العادات أربعة. خوارق العادات يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. رجل يمشي
من هنا إلى مثلا حدود دولة أخرى في أيام، يصح؟ صح، نعم، ليس على خلاف العادة. يحفظ القرآن خلاف العادة؟ لا، يحفظ الكتب الستة؟ لا أشكر، نعم. لكن يطير في الهواء، يمشي على سطح الماء، يأكل الحيات والنار ويشرب السم ولا يضر شيء. هذا خوارق العادات. إذا خوارق العادات أربع. آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولماذا قلنا آية ولم نقل معجزة؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن والمعجزة قد يعجز عنها بعض الناس، وقد تكون لأولياء الشيطان. هذا القسم الأول. آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا يمكن لأحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عندي آية، وإلا يكون بهذا القول كاذب وكافر. الثاني كرامة تكون لأولياء الرحمن. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. جمعوا بين الإيمان والتقوى. الثالث معجزة وفتنة، وتكون لأولياء الشيطان ويحصل اللبس هنا عند بعض الناس. هل أهل السنة والجماعة ينكرون كرامات الأولياء؟ لا والله. طيب كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بقراءة كتاب الفرقان؟ بين أولياء الشيطان، أولياء الرحمن، أولياء الشيطان، كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. من كان مؤمنا تقيا كان له ولي، لا إيمان ولا تقوى، ولي من أولياء الشيطان. الكرامة عند الولي من أولياء الرحمن تأتي بلا قصد. المعجزة والفتنة تأتي للولي من أولياء الشيطان يتقصد، تأتي لهذا تثبيتا له، وتأتي لهذا نسأل الله السلامة العافية استدراج وفتنة. الولي من أولياء الرحمن تأتيه الكرامة وتكون تصديق لهذا الولي في اتباعه للنبي. نعم، فهم في الكرامة متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا لا اتباع بل خروج عن الشريعة أصلا. نعم. الرابع فضيحة. فضيحة، كل من كذب على الله نسأل الله السلامة العافية يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. مسيلمة كذب على الله وادعى النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا نتفق في عين علي رضي الله عنه فبرئ كأن لم يكن به وجه. قد تقرأ على مريض ويبرأ، وقد تقرأ على مريض ولا يبرأ. جاء لمسيلمة برجل فيه رمد وقالوا اقرأ وانفث على هذا، إذا ما تدعي حق كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه. قرأ ونفث ذهب بصره. فضيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة بئر فيها ماء قليل، قال رسول الله ادعو الله ليبارك لنا في هذا الماء. فجاء وقرأ ثم بصق في هذا البئر وإذا بالماء يزيد. قيل لمسيلمة عندنا بئر نريد أن تقرأ فيها. جاء وقرأ وتفل جف الماء. فضيحة. في
العصر الحاضر صلى الله السلام العافية، ميرزا غلام أحمد قادياني ادعى النبوة، ونسأل الله السلام العافية مات في الحمام. فقال العلماء لأتباع ميرزا، قالوا كل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدفن حيث قبض، وهذا نسأل الله السلام العافية خاتمة سوء. ختم الله لنا ولكم بالتوحيد. فهذه طريقة أهل السنة. هل أهل السنة والجماعة ينكرون كرامات الأولياء؟ لا، لكن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الكرامة والمعجزة والفتنة كما يكون للدجال. نعم، الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان طريقة أهل السنة والجماعة العملية، وقلنا هذا من أحسن ما يكون، لأن القول لابد أن يصدق بالعمل، ولابد أن يظهر أثر اعتقاد على سلوك وعمل العبد. طريقة أهل السنة والجماعة العملية أنهم يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الميزان الذي يوزن ما عليه الناس، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. مثال، جاء طالب من الطلاب وقال عندي دعاء كان يدعو به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما تقولون في هذا الدعاء؟ هل أدعو به أو لا؟ نقول خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة، نعرض هذا الأمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا لهذا أصل أخذنا به، وإن لم نجد نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلان من الناس له طريقة في تعليم الناس، طريقة نافعة وكذا، نقول نعرض هذه الطريقة على من؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، هم في هذه الطريقة متبعون لا مبتدعون. قال تقدم معنا سبب تسمية أهل السنة بأهل السنة والجماعة، السنة تمسكوا بها ظاهر وباطن، والجماعة اجتمعوا لما تفرقوا. من طريقة أهل السنة والجماعة العملية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على ما توجب الشريعة. تقدم معنا أن شروط الدعوة لله خمسة: العلم الشرعي قبل هذا، الإخلاص والعلم الشرعي ومعرفة حال المدعو، والحكمة والصبر. نعم، أهل السنة والجماعة يحافظ على الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، والجمع والأعياد، أراد بهذا أن يرد على الرافضة. يصلون هذه الصلوات مع من؟ مع الأئمة والحكام، حتى وإن كانوا فجار. وهم يقولون أي الرافضة أنه لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا حج إلا خلف إمام معصوم. نعم، يدينون بالنصح، يعني يعتقد الواحد من أهل السنة والجماعة أن النصيحة دين يتقرب به إلى الله. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لا بد أن تنصح. الآن تعلمت التوحيد وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل أي عمل إلا بالتوحيد، ترى الناس أوشك الوقوع في حفر النيران تتركهم؟ الدين النصيحة،
تترك الناس على الشرك ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، الدين النصيحة. فلا بد أن تجيب عن سؤال، هذا السؤال كل واحد منا سيسأل هذا السؤال يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، هل النبي محمد عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد في الله حق جهاده؟ تقول نعم. سائلك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ نعم. تقدم معنا أقسام الصبر على طاعة الله وعلى معصية الله وعلى أقدار الله. يدعون إلى مكارم الأخلاق، وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. غضبك يكون لله، رضاك لله، ولا تكون كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم. يندبون إلى أن تصل من قطعك، ليس الواصل بالمكافئ. قال أن تصل من وصلك، لا، تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وأخذنا فيما تقدم العفو لابد فيه من قدرة وإرادة الإصلاح. نعم. يأمرون ببر الوالدين. بر الوالدين يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع. بر الوالدين وصلة الأرحام. فبر الوالدين قلنا وكذلك الصلة يرجع فيها إلى العرف ما لم يخالف الشرع. نعم. النهي عن الفخر والخيلاء والاستطالة على الخلق بحق وبغير حق، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق. هل يوجد بغي بحق؟ لا. وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا، أراد أن يبين أن البغي والاستطالة على الخلق كلها بغير حق، وهذه يسميها العلماء صفة كاشفة تكشف لك البغي، أن البغي بغير حق. نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هل هناك شرك يوجد عليه سلطان؟ لا، صفة كاشفة تكشف لك هذا الأمر. نعم. الأمر بمعالي الأخلاق والنهي عن سفسافها. نعم. اتباع دين الإسلام، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهم الصديقين والشهداء والصالحين والأبدان. نعم. الطائفة والفرقة قلة ويخذلون ويخالفون وينصرهم الله. فيأتي البعض وقول والله عندما بدأت في الدعوة وكذا قام معي فلان وفلان ثم تركوني، بل خالفوني وردوا علي وكذا. نقول الحمد لله. يخذلون ويخالفون وقلة، وقلنا لا يلزم أن يكونوا قلة في كل زمن، لكن ينصرهم الله. متى؟ إذا أرادوا وأخلصوا لله وساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى بخاتمة تبرأ من حول من قوته، وذكر في هذه الخاتمة نسأل الله أن يجعلنا منهم. لماذا تكتب في معتقد أهل السنة والجماعة وتقول كذا وكذا وكذا ثم في النهاية
نقول نسأل الله يجعلنا منهم. لماذا؟ لأن المعصوم من عصم الله، أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. يقول أنا بشر، والحي لا تؤمن عليه الفتنة، وقد يكون شيء في كلامي خطأ وأنا لم أتعمد هذا، فتبرأ من حولي وقوته. والسائل إلى الله لابد أن يجمع في سير إلى الله بين الخوف والرجاء. وأنت تعلم أن هناك بعض الطلاب هدانا الله إياه تنصح تقول يا أخي طريقة السلف كذا وكذا، قال أنا أعرف طريقة السلف قبل أن تولد. من أنت حتى تقول لي طريقة السلف وكذا؟ صحيح هذا شيخ الإسلام يكتب في معتقد أهل السنة والجماعة ويؤلف رسائل، هذا الكلام ليس هنا فقط، لو تنظر مثلا في الحموية والتدمرية تجده على هذا بين الخوف والرجاء. وهذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. من أراد الانصراف له الانصراف، ومن أراد أن يبقى معنا إلى صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، لأننا نريد أن نراجع ما أخذنا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. فمن كان يعني في مكان بعيد وكذا ويريد أن ينصرف فلا إشكال، من أراد أن يبقى معنا يبقى معنا إن شاء الله تعالى إلى صلاة العشاء. ثم على ما اتفقنا أن الدورة لا تنتهي بإذن الله، من المحبرة إلى المقبرة. العلماء رحمهم الله تعالى لم يعرفوا هذه الإجازات. الشيخ فوزان حفظه الله يقول ما عرفنا الإجازات إلا في هذه الأزمنة، لا نعرف الإجازات أصلا. لو تنظر في ترجمة مثلا الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، أمين الشنقيطي عندما طلب العلم في بلاده، يعني قبل أن يأتي إلى الجزيرة، قبل أن يأتي كان يطلب العلم ولا يعرف الراحة أو التنعم، بل كان يقول الذي يأكل لحم يشبع والذي يأكل خبز يشبع. يقول أتيت إلى الجزيرة ومعي كنز، معي كنز قل أن يوجد مثله، وهو القناعة. القناعة كنز لا يفنى. فأنت الآن ماذا تصنع؟ على ما اتفقنا عليه، من لم يدرس كتاب التوحيد يرجع إلى كتاب التوحيد. إذا رجع إلى كتاب التوحيد وكان لم يدرس الأصول الثلاثة والقواعد والدروس يرجع ويمشي يختبر وراجع مع نفسه. من درس كتاب التوحيد واختبر فيه يبدأ بدراسة العقيدة الواسطية. هناك بعض الطلاب يقول أنا أريد أن أعيد مرة ثانية وثالثة كتاب التوحيد حتى تثبت لدي المعلومات. نقول هذا لا إشكال فيه، لكن هذه المراجعة لابد أن يكون لك درس جديد تمشي تتقدم. ونحن الآن ولله الحمد في الدراسة راجعنا كثير من المسائل في كتاب التوحيد، وبهذا يكون العلم تمشي كل يوم تزداد، حتى يعني تمشي وتراجع وتجمع بين علم وعلم وعلم حتى بإذن الله تضبط جل العلوم. أو تراجع مع إخوانك، أو تتذاكر مع الطلاب مع كذا، تأتي وتحل الاختبارات مرة أخرى مرة ثانية مرة ثالثة، وعلى هذه الطريقة ترتاح من العلم إلى العلم. هذا حال طالب العلم، لا راحة دون الجنة. الله يرضى عنكم.
هذه الدورة ما نريد أن تنتهي. طالب العلم لا يتوقف أبدا، لا عن الدراسة ولا عن الحفظ ولا عن المذاكرة ولا عن تعليم الناس ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أمر تثق في أنه لديك 100% تعلم الناس، تشك فيه 1% أتركه. الفتوى لكبار العلماء، نريد أن نتعاون على نشر كتب السلف. نعم ترتاح كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى فقط، ولا تزيد. ولا يصدك يعني بعض الناس لا بد أن نقدم كذا، اترك هذا الكلام كله. أنا أعلم أن هناك بعض الطلاب يلبس كذا ويقول لا بد أن نبدأ بكذا. من أنت؟ طالب، أرجع يا أخي للعلماء. ليس من باب يعني المدح للدورة وكذا، إخواني هذه هي طريقة العلماء. اتصل بعض الطلاب قبل أن تبدأ الدورة على الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال هناك دورة تقام فيها الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والدروس المهمة وكتاب التوحيد، والدراسة تكون في هذه الكتب على شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مع حفظ المتن وكذا. هل أحضر؟ قال نعم أحضر. ماذا تريد يا أخي؟ تريد إنسان يأتيك ودرسك الشرك؟ يعني بعد هذا الدروس الآن لو تنظر في هذه الدروس، هل هنا كلمة واحدة في هذه الدروس مني؟ لا. هل ألزمناكم بشيء على غير ما ذكر علماء السنة وذكر الأئمة؟ لا. لكن هناك من يأتي ويسأل ويأتي، هذا الذي لا يريد العلم معروف أنه لا يقتنع حتى ولو جاء الأئمة يدرس. فنحن نريد إخواننا أن نعكف على كتب السلف، نتعلم، نفقه في دين الله. إذا جاء العلماء إلى هذه المنطقة يجدوا طلاب يستقبلون العلماء. ما هذه إلا يعني مفاتيح حتى يأتي العلماء ودرسوا الكتب. إلى الآن يعني ما بدأنا في العلم. نعم الله، كيف لو أنت تظن أنه يأتيكم مثلا هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا أنه يأتي ويقول لكم موعظة منصرف؟ ما يمكن. يأتي ومعه 10 من المشايخ ويقول نحن نريد أن ندرس كتاب واحد، هذا يأخذ فصل الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، تظن هذا؟ لا تظن هذا أبدا، صح؟ نعم، تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يأتي ويقول يفتح الكتاب ويقول الدرس الأول قال الشيخ كذا، تظن أن يصنع هذا؟ صدق الله تظن؟ أنت تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني في بعض الدروس كان يحضر أو يراجع؟ لا. أئمة، أي نعم. فالطالب لا بد يكون على هذه الطريقة. تظن أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لديه مكتبة فيها ما فيها؟ بعض العلماء عندنا لديه مكتبة صغيرة، تفسير ابن سعدي، تفسير ابن كثير، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، بلوغ المرام، كذا 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 من الكتب قليلة، صحيح البخاري وكذا. هذه المكتبة القليلة كلها هنا، أي ما يهم الكثرة. صدق عرف أن هذه الكتب هي الكتب التي نصح بها العلماء، ضبطها، ما انتقل يمنى ويسرى. لكن لو تسأل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عن مسألة في الزاد، مسألة في البلوغ، مسألة في كتاب التوحيد، مسألة في الواسطية، يجيب؟ لو تقول نريد يا شيخ منك الآن
أن تشرح الكتب كلها في هذه الليلة؟ قال أهلا وسهلا. صدق. أكتب الآن شرح. يكتب. قال بسم الله. قص لصق. لا قص لصق هذا معروف من يؤلف اليوم. يستطيع الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن يتكلم بكلام ولا يفهم الطلاب، صنع هذا؟ لا. يستطيع أن يبقى هو العالم ولا أحد يعلم، صنع هذا؟ لا. أخواننا تكلم على يعني كبار العلماء، الشيخ الألباني رحمه الله كثير من تكلم فيه، فقال يا شيخ يقال عنك أنك فقيه، لا محدث ولست بفقيه، ماذا أجاب؟ قال الجواب ما ترى لا ما تسمع. الجواب ما ترى، ماذا ترى من الشيخ الألباني رحمه الله؟ هل يتكلم بكلام العلماء ويذكر أقوال العلماء والأدلة وفصل فيها ويذكر أقوال الفقهاء؟ نعم. إذن الجواب ما ترى لا ما تسمع. نعم، إن البعض يصنع كما صنع كفار مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ماذا؟ التوحيد. يضع الواحد منهم القطن في أذنه حتى لا يسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. رجل من من كان يعني يرقي في الجاهلية وكذا، خوفوه من النبي عليه الصلاة والسلام فوضع في أذنه القطن كرسي، أخذ يطوف بالبيت فقال أنا حكيم وعالج وكذا، لماذا أصنع هذا؟ فأخرج القطن من أذنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا محمد الصلاة والسلام أسمعني من كلامك، يعني ماذا تقول؟ لعل الله يشفيك على يدي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. القف، أعد علي هذه الكلمات، فإني سمعت كلام كذا وكذا ولم أسمع مثل هذا الكلام. أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. نحن نعرف هذا كثير من يحارب التوحيد. في القديم كانت الحرب علنية، الآن الحرب لا. كما ذكرنا لكم في ترجمة شيخ الإسلام، في القديم كان يسب شيخ الإسلام ما استفادوا شيء، فبدأوا يلعبوا في كتب شيخ الإسلام. والله يوجد كتاب في السوق يوزع بالمجان في ترجمة شيخ الإسلام، لو تقرأ داخل هذا الكتاب تجد كل ما في الكتاب قدح في شيخ الإسلام وقدح في أمة أهل السنة والجماعة وقدح في السلفية وكذا، يوزع بالمجان. تفرح عندما تقرأ الغلاف لهذا الكتاب ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأخواني عليكم بكتب السلف، شروحات السلف لا تحيد عنها. أنا أعطيكم مثال، هذا الأخ مراد مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق المحب أرض ويوفق الجميع، قال أنا أريد أن أعكف على كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأراجع وأحفظ وكذا. بعد فترة ماذا يخرج لنا؟ ابن عثيمين ثاني، ثم يعتاد على هذه الدراسة، ينتقل إلى من؟ ابن القيم، ينتقل شيخ الإسلام. طريق سهل جدا، يعتاد على كلام الشيخ، تقسيمات الشيخ، تعريفات الشيخ، ينتقل ينتقل ينتقل. أنت الآن إذا مرضت تذهب لأي طبيب؟ لا، تبحث عن طبيب حالك وتسأل عنه كذا. بالله
هل يبقى أن تسأل عن كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تصلح أو لا تصلح؟ عجب والله عجب. تسأل عن كتب شيخ الإسلام تصلح أو لا تصلح؟ هذا الذي يسأل والله فيه نظر، فكيف نسمع لهؤلاء؟ لا تظن، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، لا تظن أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد نفاق واليوم لا يوجد نفاق. اليوم النفاق أكثر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يريد منا أن لا نحفظ، لا ندرس، لا نتعلم، لا نأمر بالمعروف، لا ننهى عن المنكر، لا نقيم المساجد، لا نصنع، لا نصنع، لا نصنع، حتى تظل الأمة تتعجب أحيانا من مسائل تقول والله أن هذه المسائل وراءها أعداء الإسلام من بني جدتنا. خرج الروافض أول ما خرجوا ماذا ادعوا؟ ادعوا المحبة لأهل البيت. إيه نعم، عندما تكلم أناس في دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لبس على البعض، نعم، ولم يعرف دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، دعوة الأئمة الأربع وغيرهم. فإخواننا، كن مع الله ولا تبالي، ادرس وراجع واحفظ، ولا يعني هناك أشياء قد تصدك عن الطلب. وذكرنا لكم ما كان عليه الأئمة. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يناديه البعض تعال العب معنا، قل إن شاء الله ولا يأتي. ذكرنا لكم في مجالس شيخ الإسلام، شيخ الإسلام كل حياة شيخ الإسلام جد، لم يتزوج لا رهبانية، لكن شغل بالعلم، سجن وجهاد ودعوة وتعليم وتأليف، حياة لله. لابد أن تكون حياتك لله. في موعظة للشيخ بن باز رحمه الله يقول: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. تعيش 60 سنة لله أمر صعب، لكن أن تقتل في سبيل الله 5 دقائق تدخل معركة وانتهى الأمر. صحيح، انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أعداء وكذا وكذا وكذا، حياة كاملة لمن؟ لله. انظر إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم، حياتهم لله، سعدوا. فالحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. اذكر ابن باز رحمه الله. فأنت كن مع هؤلاء العلماء الربانيين، أي فتوى لابد أن تجد لها جواب في كلام من؟ كلام الشيخ بن باز، كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. لا يعني هذا أن تكون مقلد، لا أبدا، لكن أنت تثق في علم هؤلاء. شرح جل العلوم طريقة سهلة واضحة، لماذا تترك هذا؟ وأنا أسمع بعض الطلاب قال: ما نريد نحفظ الدورة. طيب لماذا؟ قال: والله يعني درسنا هذه الدروس المهمة. طيب الآن لم يحفظ، ماذا صنع؟ أنا أقول لكم ماذا صنع: لا دراسة ولا ذكر ولا غيره. البعض صنع مسجد ضرار، نعم، المعتزلة رأس المعتزلة من؟ واصل بن عطاء. واصل بن عطاء اعتزل مجلس من؟ الحسن البصري. أمر يسير، ترى يسير أنت الآن. اعتزل مجلس من؟ الحسن. لا، هو اعتزل مجلس الحسن، لكن اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. الذي يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة ما معنى هذا؟ أنه يريد أن يكون على ما كان عليه واصل بن عطاء،
كثر سواد أهل السنة. لماذا تكثر سواد أهل البدع؟ لماذا تنهى الناس عن والله جاء طالب إلى الطلاب، يعني سبحان الله شيء عجب، قال هذا أي أنا يأمركم، يمكن يعرف هذا الأستاذ، قال يأمركم بحفظ الأصول الثلاثة وقواعد أربع وكتاب التوحيد والوسطية والبلوغ. هل حفظ أبو بكر وعمر هذه الكتب؟ أعوذ بالله، هذه طريقة السلف. قلت لي هذا، قلت يا الله أنت مسكين. نعم والله حفظ أبو بكر وعمر هذه الكتب والله، صح؟ إيه نعم، بل أكثر من هذا. إيه والله، وعرفوا التوحيد وعرفوا الإيمان وعرفوا كذا وعرفوا الأدلة. إلا هذا شيطان ويتكلم، صح؟ إيه نعم. يعني ماذا ترد منا؟ نحفظ من أين؟ من كتب السلف. يعني معنى هذا، معنى هذا كلام هذا أننا نحرق كتب الأئمة كاملة، هذه هي السلفية؟ الله عجيب، عجب، عش عجبا ترى عجبا. بل والله أكثر من هذا، أن واحد قال لطالب، قال ماذا تدرس؟ قال تدرس الأصول الثلاثة. تدرس الأصول الثلاثة؟ قال نعم. تدرس التوحيد؟ قال نعم. توحيد؟ قال نعم. قال تدرس التوحيد؟ قال نعم أدرس التوحيد. قال أعوذ بالله، إيش؟ قال أعوذ بالله، كيف تدرس التوحيد؟ قد تقع في الشرك. والله أنا سمعت هذا بإذني. قلت تدرس التوحيد؟ قال نعم. قلت تقع في الشرك، تقع في الفرق الضالة. سبحان الله، أنت واقع في الفرق الضالة أصلا. والله واقع اليوم، واقع واقع. أي نعم، صف ثلاثة ماذا فيها؟ تدرس للعوام. موجود؟ والله موجود، بل أكثر من هذا. عندي طالب، والده قال له إما كتاب التوحيد أو أنا في المدينة. قال تختار واحد من اثنين، كتاب التوحيد أو أنا. وهذا واقع اليوم مريض. علم الناس التوحيد، ونأمر بما أمر به السلف، ونرشد إلى حفظ المتون العلمية وكذا، وأن نكون على طريقة السلف وشروحات الشيخ ابن عثيمين ونعتمدها وكذا، ويأتي من يقول هذا لا يصلح. ليس بيني وبين الشيخ الفوزان أو صالح على الشيخ أو كذا يعني علاقة، لكن بيننا علاقة وهي توحيد. كل من يدرس التوحيد ها هو معنا، ونعينه ونساعده. نعم، يعني هناك مسائل نعرفها، انه ما يمكن احد ينكر دراسة المتون العلمية، ما يمكن. لكن تجد بعض الناس يعني يبحث عن أي طريق لهدم هذه الطريقة، أي طريقة تعليم الناس التوحيد، من هنا من هنا من هنا من هنا. حتى قلت لكم جاء طالب قال لا ندرس التوحيد، آخر جاءني أيضا إشكالات والله ما تنتهي. جاءني يعني أنا رجل والله أظن في خير، فجاءني بورقة. ما هذه الورقة؟ قال اسمع، لا داعي أن يحفظ الطلاب الأصول الثلاثة، وعندي ملخص بديع للأصول الثلاثة. طيب فهمت، ورقة فيها حديث جبريل عليه السلام قال هذا يكفيك عن الأصول الثلاثة. جزاك الله خير. إيش أصلا فأخواننا الأئمة عرفوا الطريق الموصل إلى الله،
تدرس هذه الكتب، تحفظ، تراجع، تضبط، تصل بإذن الله. غير هذا والله لن تصل. اترك بنيات الطريق، اترك الكلام، اترك كذا، تراجع، تحفظ، تضبط. تسمع أن فلان في منطقة ليس فيها علماء درس وراجع وحفظ، تفعت الأمة به، صح؟ نعم. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لا يعرف ماذا أراد، أراد ضرب الله سبحانه وتعالى. فالله الله بهذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نتركها، ولا يمكن أن نترك الناس على الجهل وعلى الشرك وعلى البدع ولا نعلم ولا نفقه. نعرف أن بعض الطلاب هو لا يعرف أنه ليس ببالغ، لأنه لا يحفظ ولا يدرس ولا غيره، ويريد أن يكون الجميع مثل لا علم ولا فقه ولا غيره، فيراك تراجع وكذا. كنت أدرس طالب من الطلاب وقلت له العورات ثلاثة، لا، أقسام إزالة النجاسة، مغلقة، مخففة، متوسطة. كتب هذا الكلام على الكتاب ثم رجع للغرفة. جاء له طالب آخر واطلع على المذكرة ونظر، قال ما شاء الله، إيش تدرس؟ قال أدرس فقه. قال إيش هذا التقسيم؟ قال هذا تقسيم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال لا، هذا كذاب. قال إيش؟ قال كذاب، أنا درست عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى 6 سنوات وما سمعت هذا منه. جاء لي الطالب زعلان، كيف تقول لي هذا؟ قال بن عثيمين. قلت طيب، كذب الحمد لله، وش اسمع؟ طيب لو راح فتح أي كتاب من كتب ابن عثيمين لو وجد هذا مطبوع حتى. في آخر راح إلى رجل يعني عالم وقال فلان مو فلان، يعني هو ما يقول فلان، قال هناك من يقول أن للملائكة قلوب. قال أعوذ بالله، من يقول هذا؟ طيب يا أخي تعال واسأل، ما الدليل على إثبات القلوب للملائكة؟ صح. جعل هذا العالم يرد علي وصنع خلاف بيني وبينه، وهذا موجود في القرآن، حتى إذا فزع عن قلوبهم. وأنا إيش أسمع لهذا إذا كان ما يدري؟ هو معذور، لكن هذا الإشكال أنه يأتي وينقل هذا الكلام. معلش عاد نطيل عليكم. جاءني طالب قال اسمع، الملائكة يعلمون الغيب؟ قلت له قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال متأكد من هذا الكلام؟ قلت نعم. أسجل؟ قلت سجل. وش أسجل؟ أسجل؟ سجل. سجل هذا الكلام. قال الحمد لله، أنت قلت أن الملائكة يعلمون الغيب، أي؟ قال عندي مسجل. فتح المذكرة قال هذا لمن؟ قلت لي في شرح أركان الإيمان، الملائكة عالم غيبي. قال رأيت؟ ما تفهم؟ ما أنا أصنع لك. اعتبر، قلت لهذا اعتبر أني قلت هذا فهذا باطل. قال لا، هذا كفر أكبر. طيب قلت تفتي الله. فوالله يا أخوان يعني إشكال، يأتي الجاهل ويكلم بعض الطلاب ويتركون الطلب
والله أعرف من جاء إلى الدراسة وكذا ثم نسأل الله السلام والعافية ارتد، لا علم لا فقه لا تعلم الناس التوحيد. قال هل يرتد منهم أحد سخطط لدينه؟ قال لا. قال وذلك الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب. لابد أن نعلم الناس الإيمان حتى لا يرتد أحد. إن ارتد أحد ترى نحن السبب بهذا الكلام بكذا بكذا بكذا، لا يعرف شيء عن الإسلام وتأتي وتكلم عن كذا وكذا، ما يمكن. ننظر إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به معاذ رضي الله عنه، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لو يعني أطلت عليكم وكذا، لكن إخواننا نحن نريد أن نصل بهذا الكلام إلى أن نكون طلاب عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله، نعكف على كتب بن عثيمين رحمه الله، ننتهي ننتقل ابن القيم، ننتهي ننتقل. وسترى إذا انجلى الغبار أفرس الرسول أم حمار. والله أعلم.